في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية إجراء عمليات البحث المختلفة، كما سنتعرف على كيفية حصر نطاق البحث، ويمكننا نظام التشغيل Windows XP من البحث عن العديد من العناصر، حيث يمكننا من البحث عن الملفات والمجلدات أو عن جهاز حاسب آخر أو طابعة متصلة بالشبكة المحلية Local Network أو عن الأشخاص الموجودين في الدليل Address Book الخاص بنا، كما يمكننا من البحث عن المعلومات التي نريدها من خلال شبكة الإنترنت. ولإجراء عمليات البحث المختلفة نفتح القائمة Start ونختار Search، فيتم فتح النافذة Search Results، وفي الجزء الأيسر من النافذة تظهر اللوحة Search Companion والتي تحتوي على العديد من الارتباطات لإجراء عمليات البحث المختلفة. فنرى في أعلى هذا الجزء الارتباط Pictures, Music or Video، ويستخدم هذا الارتباط للبحث عن ملفات الصور والصوت والفيديو، والارتباط Documents يستخدم للبحث عن المستندات، ويستخدم الارتباط All Files and Folders للبحث عن أي نوع من أنواع الملفات بالإضافة إلى المجلدات، وللبحث عن جهاز حاسب آخر موجود على الشبكة المحلية أو البحث عن شخص داخل الدليل Address Book الخاص بنا، نقوم باستخدام الارتباط Computers or People. كما يمكننا البحث عن معلومات داخل المساعدة الخاصة بالبرنامج عن طريق استخدام الارتباط Information in Help and Support Center، أو البحث عن معلومات من خلال شبكة الإنترنت وذلك من خلال الارتباط Search the Internet. فإذا أردنا على سبيل المثال البحث عن مستند له الاسم Contacts، نقوم بالضغط على الارتباط Documents، فيتم فتح الجزء الخاص بالبحث عن المستندات في نفس اللوحة، وفي الجزء Last time it was modified نرى عدة خيارات تستخدم لتحديد تاريخ آخر تعديل تم على هذا الملف، وتفيد هذه الخيارات في حصر عملية البحث في الملفات التي تم تعديلها في فترة زمنية معينة، وذلك بدلا من إجراء عملية البحث في كافة الملفات. وفي حالة عدم تذكر تاريخ آخر تعديل تم على الملف نقوم باختيار Don't remember، وهو الاختيار الافتراضي. وفي الخانة All or part of the document name يتم إدخال اسم الملف أو الجزء الذي نتذكره من اسم الملف الذي نريد البحث عنه، فندخل اسم الملف في هذه الخانة وهو Contacts، ثم نضغط على المفتاح Search لبدء عملية البحث. فتبدأ عملية البحث ويظهر عدة ملفات لها الاسم Contacts، وفي حالة ظهور الملف المطلوب داخل الجزء Details يمكننا إيقاف عملية البحث بالضغط على المفتاح Stop. وعند انتهاء عملية البحث يظهر ناتج عملية البحث في الجزء Details، وفي الجزء الأيسر من هذه النافذة يظهر عدد الملفات التي تم الحصول عليها أثناء عملية البحث. فإذا كان أحد هذه الملفات هو الملف الذي نريده بالفعل، يمكننا إنهاء عملية البحث وإغلاق اللوحة Search Companion بالضغط على الارتباط Yes Finished Searching. وإذا لم يكن الملف الذي نريده ضمن الملفات التي تم الحصول عليها أثناء عملية البحث، فيمكننا تعديل اسم الملف الذي نريد البحث عنه أو إجراء عملية البحث باستخدام أحد الكلمات الموجودة في محتوى المستند، وذلك باستخدام الارتباط Change File Name or Keywords. كما يمكننا البحث في ملفات النظام System Files والملفات المخفية Hidden Files أثناء إجراء عملية البحث، وذلك باستخدام الارتباط Include Hidden and System Files. كما يمكننا إجراء عملية بحث جديدة وذلك باستخدام الارتباط Start a New Search. فنرى في الجزء Details الملف Contacts.doc، وهو الملف الذي نريده بالفعل، ويمكننا الوصول إلى المجلد الموجود به هذا الملف بالضغط بالمفتاح الأيمن للماوس على هذا الملف واختيار Open Containing Folder من القائمة المختصرة، فيتم فتح المجلد الذي يحتوي الملف في نافذة منفصلة، ونلاحظ أن الملف تم اختياره تلقائيا داخل هذه النافذة. وفي بعض الأحيان قد نحتاج للبحث عن مستند لا نتذكر اسمه، ولكن نتذكر بعض الكلمات التي وردت بمحتوى هذا الملف، ويمكننا البحث عن الملف باستخدام هذه الكلمات. فللبحث عن مستند يحتوي على الكلمات Auto Levels نقوم بالضغط على الارتباط
start a new search لإجراء عمليات بحث جديدة، ثم نضغط على الارتباط document، ثم نقوم بحذف اسم الملف الموجود بهذه الخانة، وذلك لأننا نريد البحث عن كلمات داخل محتوى الملف وليس على ملف معين. والآن نضغط على الارتباط Use Advanced Search Options لإظهار خيارات البحث المتقدمة، وفي الخانة A word or phrase in the document نقوم بإدخال الكلمات الموجودة في محتوى الملف الذي نريد البحث عنه. فندخل الكلمات Auto Labels في هذه الخانة، ومن القائمة Log In يمكننا تحديد نطاق البحث. فإذا كنا قد قمنا بحفظ الملف الذي نريد البحث عنه داخل الدرايف E على سبيل المثال، نقوم باختيار Local Disk E من هذه القائمة، وبذلك فإنه يتم البحث في الدرايف E فقط وليس في جميع الدرايفز الموجودة بالجهاز. وأسفل هذه القائمة يظهر جزئين، ولفتح أي من هذين الجزئين نضغط على مفتاح السهم الموجود بجانب اسم هذا الجزء، ومن الجزء What size is it يمكننا اختيار الحجم التقريبي للملف وذلك لتقليل وقت البحث، وبفتح الجزء More Advanced نرى العديد من الخيارات الأخرى. في اختيار Search System Folders يتم البحث في مجلدات نظام التشغيل، وباختيار Search Hidden Files and Folders يتم البحث في الملفات والمجلدات المخفية، ونرى الاختيار Search Subfolders وهو مختار في الحالة الافتراضية، ويعمل هذا الاختيار على البحث في المجلدات الفرعية. وباختيار Case Sensitive فإنه عند إجراء عملية البحث يتم البحث عن اسم الملف أو الكلمات الموجودة داخل محتوى الملف بنفس حالة الأحرف التي تم كتابة الكلمات بها داخل هذه الخانات، ولكي نتمكن من البحث داخل وسيط التخزين Tape Backup أثناء عملية البحث نقوم باختيار Search Tape Backup، ولإجراء عملية البحث نضغط على المفتاح Search. وتظهر قائمة بجميع الملفات الموجودة داخل الدرايف E والتي تحتوي على الكلمات Auto Levels. ولإنهاء عملية البحث نضغط على الارتباط Yes Finished Searching.